حياة غمضة عين، والشغل اللي بده يعملها الواحد يعملها وما يأجلها. حتى بأبشع حالاتي كان بدي فرجي إني I'm good، لأنه هيدا كان تقل علي، مش طاقة أسمع غيري. كيف كنا نحن وصغار نفوت بالتونيل نقول لبينا زمر، أنا هيك عم بقطع بهالتونيل، وصرت قلن ما بقى تسألوني عن متى رح نظهر، زقفوا وزمروا معي وأكيد رح نطلع. طفولة أليكس كانت كتير حلوة بالنسبة لإلي. أول شي أليكس أنا وحبلي فيه كان معي توم، راح ببقي وبقي أليكس. عذبني كتير، يمكن هذا الشي اللي خلاني أتعلق زيادة وأنطر إنه يجيني ببي. ربيت ولدين قبله لأليكس، إنه بحكم شغلي يعني، كان ولد يربى عند ماما ولد عند حماتي. ما حسيت إنه أنا أم لهالولدين. خلق وتعذبت كتير فيه يعني لكبر، ومرقت بمراحل كتير صعبة معه، بس المراحل الحلوة اللي كانت إنه سمعت منه كلمة ماما. ضل مرفقني كل حياته، وضليت أنا خياله يعني. My mom was my role model، ويمكن حلمي إني أصير حكيم بلش منها. She was a nurse مش دكتور، بس كانت تشتغل بالأوبيتال وكان عطول عند الحشية إني روح معها. So بلشت من أنا وصغير تاخدني هي، تعطني معها بالشغل، تاخد إذن تخبيني أو تعمل شيء. كنت كل ما روح يعني حشريتي تزيد وحلمي يزيد، يعني عطول عندي أسئلة أكتر، عطول حب أسأل أكتر، وصار يكبر الحلم وصار ماتير أكتر، وطبقته وقتها صرت بالجامعة. أليكس من هو وصغير هيك ينقي الشي الصعب وبده يعمله، وصار يلمع 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 لحتى كبر أليكس وعمل ونجح. ليوم من الأيام بيجي لعندي بيقلي ماما أنا هيك 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 عم دس برقبتي، طلع لي بدي روح بلش فحوصات، ما تخاف. أيار 2019 مثل كل ويكند ماني قاعد فيه بالأوبيتال، بطلع يا هايكينج يا كامبينج. في ساعة بتبهيدا النهار كان نهار أحد، طالعين هايكينج. هلا كنت بيجنر أنا أول شي بالهايكس، بعدين صرت نقي تريلز أصعب. هيدا التريل كان أصعب شي كنت بعمله، أصعب مرة بعملها. بارت من التريل كان شوي صعب، كانت البونت كتير قوية نزول، وأوريدي الطريق شوي بتزحط، وتحتنا في مهوار، فكان أليكس قاعد على الأرض وعم بينزل تصحيط لأنه خايف، ودايما عم بيقلي إنه ما بدي موت، I don't wanna die this way وهيك، فكانت شوي كوميك السيتويشن. كان قاطع شي 3 ساعات بعد ما وصلنا على البحيرة، وخلص ما أقوس أنا مخنوق يعني، كل شي عم يقع علي هيك صادن لي. حتى كنا نازلين نازلة مش ماشي حتى مرتاح، تعرب الشي فيه عم بحف تشيله يعني تنظفه عني هون على رقبتي تحت هيدي العظمة، بدس دي جونجليون واحدة كبيرة هون هيك لايك فريز للثانية، وقلت هيك يعني على صوت عالي بلا ما انتبه انه في عالم حدي او فركشت اللي وراي، اني وقفت فجأة بنزلة صرخت انه بليز جاد بليز مش لانفهم. لنفوما أو اللنفوما هو ديجا تيب من البلاد كانسر، بس اللي بيصيب الغدد اللمفاوية. من وقت ما دسيتهم يعني صارت حياتي صار هيجسة إنه كل يوم بدي روح على هالمطرح، حتى أنا وعم بشتغل يعني بدي خلص شغل تنزل أعمل فحوصات، تنزل أعمل الصورة، تأخذ رأي حدا، تأخذ رأي الحكيم، بس خلص يعني مفوكس إني أعرف هيدول شو اللي دسيتهم هيك بالصدفة. ليلة جمعة ظاهرين كلنا، وبدق التليفون طلع اسمها للدكتور يعني اللي هي she's following me up. أنا أول ما شفت اسمها أنا إنه الجمعة الساعة 9 بالليل، الله يستر. كان عم بيقطع على راسي 100 احتمال كانسر مش كانسر، هدف مش هدف، هيك هيك إذا بدك قطع هيك فلاش كاردز قدامي، وقالت لي ما
ما كان أليكس مستنظر إنه تطلع ريزالت بهذه السرعة. هو عم يحكي على التليفون عم يحكي مع الدكتور، صار إنه هو كتير متأثر ومتضايق، صار يقول لا لا وما بدي وهيك. فبهاللحظة بتجي رفقتنا، هو ما إنه مخبر حدا شو عم يعمل تيست وشو مكتشف، فقال لي تنطلع عند فادي بلا ما تكتشف أو تحس على شيء. وأنا هون صرت إنه ما بدي أتركه وحده، وبنفس الوقت بدي إنه هي طلع بعدها شوي عن السنت ما تحس على شيء، وتركته وحده هو على التليفون. It's the good and the bad. ما قالت لي شو عم أنا شو ما أقول لكم ما هي إنه the good and the bad. قلت لها ما فهمت، تعمل لي إنه it's cancer. I'm sorry إنه it's cancer. بس إنه ها إنه منقولها نحن الحكمة بين بعض لأنه التيب تبعي أحسن شوي من غير تيب. رحت السهرة ووجت الفكرة مثل ما بيقولوا يعني، بس رجعت صرت لحالي هون خلص يعني I cried بالسيارة. وأول شيء رحت عملته يعني قبل ما أروح على البيت أنا رحت صليت. بتذكر ليلتها أنه literally ما نمت يعني، كانت بعد الساعة 5 الصبح أنا fully awake، يعني كل دماغي عم بفكر أنه what's next. قطع الويكان اجا التنين بدي روح عند الأنكو تبعي، شافت فايلي فحصتني وحطينا موعد للبات سكان اللي هي الصورة اللي بنعملها تنعرف نحط الستيجينج. هون فت بمشروع انه خلص بدي خبر أهلي. في نهار كان تنين لازم تطلع النتيجة، دكتور ما عم ترد علي. جينا على البيت، شو يا أليكس طلعت النتيجة؟ أول سؤال سألني بعد في حدا ناقص ما اجى على البيت وانا ناطرة النتيجة. القصة هيك 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 وحكيها بكل ثقة. تقلك انه ما تضايقت كتير، ما عرفت شو هالشعور اللي حسيت فيه انه ليش أليكس. فكرت انه اتخيل ابني بس إنه هالاسم اللي هو صعب. طولوا بالكم، من وقتها ما عرفت إنه it's cancer لحد ما خبرت أهلي. ما بخبي إنه I was down يعني، بس عطول عطول كانت النقطة براسي إنه ما بدي خلي حدا يتعذب معي، إنه خلص it's my journey، أنا هيدي الطريق إنه خلص لإلي. بس ذات الوقت يعني literally التكاية اللي كنت نامي عليها كانت تشهد قد يكون مضايق، يعني كون عم بعصرها بطريقة إنه بدي أحكي بدي خبي بدي هيك مش قادر بقى أرجع أقول إنه خلص يا صاحبي ما it's a circle. إذا أنا بقنا حالي إني منيح وبقنا لحوالي إني منيح، لحوالي حيرجع يعملوا ذات الريفلكشن علي، حأرجع ده الحس إني منيح. بدنا نمشي، ذات الفكرة الخطر هون نحنا بنمشي حده تاني سبقه. الكيموثيرابي كان شيء كتير بشع يعني، كان البروتوكول تبعه تقريبا شيء 6 hours. هو اوكي مصل دواء عم بيقطع، بس الادوية قد ما لائمين قد ما مزاجين كانوا كتير بيوجعوا يعني، ولا مرة كنت كون عم باخد الجلسة ومن جوا حس اني مرتاح. بس كنت اعمل جهد اقول للعالم ما حدا يطلع تكون على راحتي، ستيل يضل يطلع عالم. اضطر عطول drawing smile كون أنا ميت من جوا بدي أصرخ رح نتف المصل. كان شي كتير بشي يعني، وكل شي side effect معقول كتوري قبل صار معي، ومرة عمرة يعني session على session أطلع أتعب وخلص أتعب وانزعج أكتر. الشيء الحلو اللي صار معي بكل هالشيء البشع انه كان يندق لنا بالكولز يعني على اولاد مثلا على 4 الصبح بعد الكيمو تعبان عامل شيء،
بالأسامي بالأعمار بأصواتهم بأشكالهم بكل شيء بكل شيء تذكرت كل حدا فيهم. عطول 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 pain والsuffering is underestimated إذا نحن ما عشناه. Le 26 7/2019 انتهى تاني مع إيه رابع رابع معركة ومنتصرين. مثل ما كان ضل البسمة على وجهه بمقل البيت بيرقص بيغني ما في خبرك إنه بتحسي بعده ولد صغير بالبيت. ولا نهار تراجع أو نهار أو سمعت منه كلمة مش حلوة أبداً. ضل يضحك لآخر يوم من علاجه. البات سكان اللي مات من بعد آخر جلسة هي اللي بتقرر كل شيء لأنه إذا بتطلع منيحة everything is done أو بيبقى لي يعني أشياء شوي صغيرة وإذا بتطلع منا منيحة هون كل شيء بيصعب. هلا بعد في آخر مرحلة اللي هي بتقرر كل شيء يعني مجرد التفكير فيها شوي بخوف بس أنا كنت كلني قناعة إنه رح تكون منيحة وماشي ماشي بالتنال ومقتنع إنه رح يبين الضوء ورح أطلع من هيدا الضوء.